أربعة. إذا عين ميم ألف اثنين اثنين أربعة. إذا الطريقة يا مس، هون بوجد الأرقام اللي بضربها ببعض حتى تعطيني 24، وبختار أكبر رقم من هذول الأرقام حتى تعطي، هو عبارة عن العامل المشترك الأكبر. الطريقة الثانية إنك بتحلل باستخدام القسم المتكررة، أو باستخدام طريقة الشجرة، وبتختار الأرقام المتشابهة وبتحكي بتضربها ببعض 2 ضرب 2، واللي هي عبارة عن 4. إذا العامل المشترك عبارة عن 4. بدي أحل مثال 2 صفحة 66. لدى مزارع 60 شتلة من أزهار القرنفل و42 شتلة من أزهار التوليب، أراد توزيعها على أحواض بحيث يحتوي كل حوض على العدد نفسه من كل نوع. ما أكبر يا مس، هاي الكلمة تدل على العامل المشترك الأكبر. إذن هاي الكلمة هي مفتاح الحل للسؤال. إذا ما أكبر بتدلني على العامل المشترك الأكبر، العامل المشترك الأكبر. إذا مباشرة يا مس ناخذ 60 وبنحللها على طريقة القسمة المتكررة، على 2 فيها 3 0، كمان مرة على 2 لأنها بلشت بصفر، وبصير إنك تقسمها على 5 فهي 15 على 5 3 3 1. نشوف 42 زوجي 2، 4 على 2 2 2 على 2 1. فردي بجمع 1 زائد 2 3، 3 موجودة في جدول الثلاث، إذا على 3. إيش اللي بضربها بثلاث تعطيني 7 21، هي عبارة عن 7 7 1. إذا 60 تحليلها 2 في 2 في 5 في 3. 42 عبارة عن 2 في 3 في 7. نختار الأرقام المتشابهة، 2 مع 2 و3 مع 3. إذا العامل المشترك الأكبر عبارة عن 3 في 2 وتساوي 6. إذا العامل المشترك الأكبر يا مس 2 في 3 وتساوي 6. رح أخذ أتدرب وأحل المسائل صفحة 67، رح أخذ فرع 5 كمان موجود هو بصفحة 67. عندي 3 أرقام 10 و15 و3 بنفس الطريقة، بنحلل باستخدام القسمة المتكررة الـ3 أرقام. ببلش بالـ30، سواء حكت على 5 أو على 2 تقبل القسمة. 30 على 5 6، زوجي على 2 3 3 1. هاي حللنا 30. نأخذ 15 بلشت بخمسة فعلى 5 15 على 5 3 3 1. نشوف 10 عبارة عن 0 يا إما 5 أو 2، على 5 2 2 1. نكتب يا مس تحليل كل رقم. 30 عبارة عن 5 في 2 في 3، والـ15 عبارة عن 5 في 3، والـ10 عبارة عن 5 في 2. إذا الأرقام المشتركة فيما بين هذول الـ3 أرقام هي عبارة عن 5. إذا عين ميم ألف تساوي 5. واجب بيتي صفحة 67 رقم 3 6 2 1 و4 وسؤال 7. إذا 1 2 1 2 و4 و3 و6 و7 صفحة 67. أتدرب وأحل المسائل. يعطيكم ألف عافية.